بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولز الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول. وذكر بيان الرئاسة الروسية الكريملين أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الألماني، حيث ناقش بوتين وشولز الوضع في أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية. وأشار الكريملين إلى أن الرئيس الروسي أوضح أنه بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر جرى إجراء المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن الأوكرانية في مصنع أزوفستال. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدائي في الأزمة، ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد ليست بريئة على حد تعبيره. وأضاف لافروف أنه على الرغم من التصريحات العلنية لرئيس أوكرانيا بشأن الرغبة في انضمامها للاتحاد الأوروبي، فإنها تعلن في اتصالاتها مع روسيا أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز سو 27 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية لوزوفايا. وأوضحت الدفاع الروسية بأن قواتها المسلحة دمرت منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات للبنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية ومنشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ جراد في منطقة خاركوف بأوكرانيا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة، وما زلنا مع الأخبار الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن عالم ما بعد العقوبات ضد روسيا سيحمل معه 10 نقاط ستحدث جراء تلك العقوبات وستطال العالم بأسره. جاء ذلك خلال منشور له على قناة تيليجرام الخاصة به، حيث حذر ميدفيديف من انهيار عدد من سلاسل التوريد العالمية للسلع واحتمالية حدوث أزمة لوجستية كبرى، بما يتضمنه ذلك من احتمال انهيار أنشطة شركات الطيران الأجنبية التي يحظر عليها التحليق فوق الأراضي الروسية. كما حذر ميدفيديف من اشتداد حدة أزمة الطاقة في الدول التي فرضت عقوبات على توريد ناقلات الطاقة الروسية، الأمر الذي سيسفر عنه استمرار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتباطؤ تطوير الاقتصاد الرقمي في العالم. قالت أوكرانيا إنها ألحقت أضرارا بسفينة لوجستية تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزيرة سناك الواقعة بالبحر الأسود. وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية أن القتال الذي تجدد في أنحاء جزيرة سناك في الأيام القليلة الماضية قد يتحول إلى معركة من أجل السيطرة على الساحل الغربي للبحر الأسود، فيما تكافح القوات الروسية لتحقيق تقدم في شمال وشرق أوكرانيا.
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنوكوف في مكالمة هاتفية آخر تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود الأمريكية والدولية لتقديم المساعدة الأمنية إلى كييف. وفي بيان ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن بحث الوضع على الأرض في شرق أوكرانيا وآخر المستجدات بشأن جهود المساعدات الأمنية الأمريكية والدولية إلى السلطات الأوكرانية. وشدد وزير الدفاع الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز قدرة أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 127 شخصا من مقاطعة خرسون بجنوب أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية. وذكرت الوزارة أن من بين من تم إجلاؤهم حوالي 27 مواطنا روسيا والبقية من جنسيات مختلفة من سوريا وأذربيجان ومولدوفا وطاجكستان وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم إجلاء كل من أبدى رغبته في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة عن طريق حافلات أو وسائل النقل الخاصة، وتمت مرافقتهم حتى دخولهم الأراضي الروسية. أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، معربا عن ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق في الأيام المقبلة على حظر النفط الروسي. جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شمال ألمانيا، حيث أوضح بوريل أن الدعم العسكري سيتم توجيهه للأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدفعية، مضيفا أن ذلك سيزيد المساعدات التي يقدمها التكتل إلى حوالي ملياري يورو. نجحت القوات الأوكرانية في منع محاولة عبور روسية للنهر في دونباس. وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا فقدت وحدات مناورة مدرعة في مجموعة كتيبة واحدة على الأقل، ومعدات الجسر العائم التي تم نشرها أثناء عبور نهر سيفريسكي دونيتسا. أكد وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان الوحدة القوية لدول مجموعة السبع في دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. ودعا وزراء خارجية المجموعة نظيرهم الأوكراني إلى المشاركة في مناقشتهم، وقال لودريان إن هذا جزء من وحدة قوية جدا لأعضاء مجموعة السبع لمواصلة دعم أوكرانيا من أجل سيادتها حتى النصر. اتفق وزير الخارجية الياباني يوشيماشتا هياشي مع نظرائه من مجموعة الدول الصناعية السبع على ضرورة الوحدة لمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي اجتماع منفصل مع وزراء خارجية مجموعة السبع أكد هياشي أيضا على تعاونهم الوثيق تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، في إشارة واضحة إلى الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ الاقتصادي والعسكري للصين في تلك المنطقة.